آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء وفي انبثاق الفجر من قلب الحلك. الحمد لك أجريت كل الكائنات بحكمة في الأرض في البحر الخضم وفي مدارات الفلك. الحمد لك من للمسيء إذا أناب وعاد يطمع في رضاك، من للذي ضل الطريق وجاء ملتمسا هداك. رباه رباه إنا في حماك فلا تكلنا إلى سواك. اللهم إنا قد رضينا بك كفيلا وكيلا وبحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم قائدا ودليلا، فاجعل اللهم لنا إلى كل خير سبيلا، واستر اللهم عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا خالقي يا موئلي يا سندي يا من عليه توكلي. كفانا عزا أن نكون لك عبيدا، وكفانا فخرا أن تكون لنا ربا. سبحانك سبحانك ما عرفناك حق معرفتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا ذكرناك حق ذكرك، ولا عبدناك حق عبادتك. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. يا من أحاط بكل شيء علما، ولا يخرج شيء من مخلوقاته عن قبضته. قيوم أنت ومهيمن على خلقك من العرش إلى الفرش، ومن الذرة إلى المجرح. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت موارداً للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. لا إله إلا الله أمانة تكليف ومنهاج حياة، وعلى أساس العمل بها تكون الجنة أو النار. لا إله إلا الله لحن الإباء وأنشودة الفداء، سيبقى يتردد في الكون صداها، ولن ينقطع على مر الأزمان نداها. تصنع الرجال وتخرج الأبطال، يحملونها راية ويسعون لتحقيق مقتضياتها غاية. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، أعرف بها ذربي، أفني بها عمري، ألقى بها ربي، أدخل بها قبري، يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله أغلى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أقوى من كل شيء، أبقى من كل شيء. ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا كلا، ولا مولى هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله أنت الإله أنت الإله الواحد الحق الذي
كل القلوب له تقر وتشهد. واشهد ان القائد القدوة من بعثه الله بالبيان فاظهر دينه القويم على سائر الاديان، سيدي وسندي محمدا رسول الله، من طلع في افق الوجود بدره وسطعت فيه شمسه وهو في بطن امه ابوه مات، وفي الثمان من سني عمره امه فارقت الحياة، لم نسمع له آهات، لم تصدر عنه أنات، بل قام يدعو إلى الله بإذنه بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، نوره في الشرق يسري، نوره في الغرب يسري، في الشمال وفي الجنوب، أحسابنا، ألواننا، أموالنا، أعدادنا، أشكالنا، لا شيء. التقوى ها هنا، لغة التفاضل بيننا، هذا نشيد محمد، فلتشهد الدنيا لنا، يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. نشهد يا ابن عبد الله بأنك جئتنا بقرآن كالشمس وضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن سار على نهجهما صار إلى ضوء كضوء النهار إذا جلاها، ومن حاد عن طريقهما أفضى إلى ظلمة كظلمة الليل إذا يغشاها. تركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وسيد الأصفياء وتاج الأولياء ودرة الخليقة طه. وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، وما زلت أياما أفكر في وعدين اثنين، وعد قطعه الله سبحانه وتعالى، ووعد قطعه غير الله سبحانه وتعالى. وعد الله أيها السادة وعد لا يتخلف، وعد لا يمكن ألا ينفذ، وعد آت، ووعد حتم، ووعد لازم، ووعد مبرم لا يستطيع أحد أن يرده أو أن يوقفه أو أن يمنع نفاذه، ولكن سنة الله قد تؤجل الوعد نفاذا، سنة الله قد تؤجل الوعد تحقيقا، سنة الله قد تؤجل وعد الله تجليا، سنة الله قد تؤجل وعد الله سبحانه وتعالى تمثلا على أرض الواقع، ولكن وعد الله آت، ووعد الله قادم، ووعد الله نافذ لعباده المؤمنين. ووعد آخر، وعد بوش، ووعد شارون، ووعد دهاقنة الكفر، ووعد عمالقة الفجور والطغيان العالمي، وعد الكافرين والظالمين للمؤمنين. هذا وعد وهذا وعد،
ينقلني وإياكم حتى نفهم معنى هذا الكلام، ينقلني وإياكم وعبر الأثير القرآني إلى موسى عليه السلام. موسى تلقى وعدا من الله: لا تخف إنك أنت الأعلى. وتلقى وعد من فرعون تهديدا ووعيدا قتلا وتشريدا، وبدأ يأتمر به: ذروني أقتل موسى فإني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وتمر عجلة الزمان سريعة، وفصول القصة تتعاقب بشكل مرتب مليء بالأحداث الدامية، مليء بالمصائب، مليء بالنكائب، مليء بالقهر، مليء بالشعور بالضغط النفسي، مليء بالهجرة والخروج من جانب موسى ومن آمن بدعوة موسى. وما زال وعد الله لموسى قائم معلق، وما زال وعد فرعون قائم ينتظر نفاذه. وفي اللحظة الحاسمة التي ظن فرعون بأنه قد جاءت حتى ينفذ وعده، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، البحر أمامهم وفرعون وأجناده وراهم. في تلك اللحظات التي ما ظن أحد أن وعد الله آت بها، والتي ظن كل الناس بأنهم مدركون وسينفذ وعد فرعون، جاء وعد الله نفاذا. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ما كان أحد يتوقع. موسى ينتظر، المستضعفون ينتظرون، شعوب العالم حينها كانت ترقب القصة الدامية وفصولها وتعاقبها، والكل يقول: أين وعد الله لهذا النبي الذي أرسله؟ أين وعده بأنه سيقهر هذا الطاغية؟ أين وعده بأنه قادر على إهلاكه بلحظة؟ أين؟ ها هم عذبوا، قتل أطفالهم واستحيا نساؤهم، وهجروا من ديارهم، وتعقبوا في الفيافي والقفار. متى يأتي وعد الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ولكن بشرط أن يبقى الأمل يحدونا، وبشرط أن لا نيأس ولا نفقد الثقة بالله سبحانه وتعالى. وعد الله ووعد الآخر، إبراهيم والنمرود. وعد الله لإبراهيم: ألا تخف إني معك أسمع وأرى. والنمرود يصدر وعده: أن حرقوا آلهتكم، أن حرقوا إبراهيم وانتصروا لآلهتكم وتوقد النار. النار ملتهبة، لهيبها يشوي الطيور في السماء، مؤججة تتمزق، وإبراهيم وحيدا مقيدا موضوع في المنجنيق. لحظة واحدة ينفذ وعد النمرود، فأين وعد الله؟ أين وعد الله؟ وفي تلك اللحظات حتى ملائكة السماء تساءلت عن وعد الله، وضجت ملائكة الملأ الأعلى تقول: رباه خليلك إبراهيم يحرق يلقى في النار. فأمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن يهبط ويسأل إبراهيم عن حالته، يريد أن يستوثق: هل هناك فقدان ثقة؟ هل انقطع أمله بالله في تلك اللحظة؟ هل توقف يقينه؟ ويهبط جبريل، وفي اللحظة الأخيرة يقول: يا إبراهيم ألك حاجة؟ ملائكة السماء كلها مستعدة للنصرة، ألك حاجة؟ فيقول: يا جبريل، علم الله بحالي يغنيني عن سؤالي، أما إليك فلا، وأما إلى الله بلى. ويلقيه المنجنيق، وحينما تلامسه
ألسنة اللهب المحترقة، من يتوقع أن وعد الله يأتي هنا؟ صدر الأمر العلوي من الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما، وينجو إبراهيم ويذل النمرود، ثم يقتله الله ببعوضة، سلط عليه بعوضة دخلت من منخره حتى وصلت دماغه، وبدأت تتحرك في هذا الدماغ الفارغ الكافر العفن المليء غطرسة وتجبرا وعنجهية وكفرا وتألها، فقتلته بعوضة أيها السادة، قتلته بعوضة. هذا وعد الله ينفذ لكنه معلق، ووعد الآخر مهما كان الآخر لن ينفذ. هؤلاء الأنبياء إذا وقفنا مع سيرهم واحدا واحدا نجد هذه الحقيقة، الله يرسلهم ويقول لهم إني معكم فاستمروا، ولكن لا تمكين لكم عندي إلا بعد ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، أي كل رسول وكل من آمن معه، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بالمحنة، بالابتلاء، بالخوف على النفس والأرزاق والأولاد، هنا يمحص الصادق من الكاذب أيها السادة. في الأوقات الحرجة، في الأوقات الدامية التي قلما يرتفع فيها رأس وقلما ينطق فيها بالحق لسان، في ظل غطرسة الكفر في أوج صورها، هنا تكون محنة الصادق من الكاذب، وهنا يجري التمايز أيها السادة. نعم، ما من نبي إلا وكان وعد الله له وللمستضعفين بأنكم منصورون، وما من نبي ومصلح وداعية وجماعة مؤمنة إلا وكان وعد من طرف آخر لها بأنها ستقتل، بأنها ستصلب، بأنها ستنفى، بأنها ستسجن، بأنها ستخسر كل شيء. وعود مع تهديد من الطرف الآخر ووعد الله قائم. وما من نبي إلا وكانت الجولة الأخيرة له، فإن لم تكن له فلمن حمل الرسالة من بعده من بعده. المهم أن وعد الله نافذ نافذ. النبي عليه الصلاة والسلام يطوف مرة حول الكعبة المشرفة يوم كان في مكة وحيدا، ليس معه إلا القلائل من الأتباع المستضعفين، وهم تحت الصياط وتحت الصخور، ومنهم من لا يجرو على أن يعلن إيمانه ويكتم هذا الدين. في تلك اللحظات في ظل غطرسة أبي جهل وأنه السيد المطلق وزعامات الكفر معه، ومن هذا الفريد؟ من هذا الأعزل؟ من هذا ابن أبي كبش يتيم أبي طالب؟ هذا الذي خرج بالرسالة، أين جنده؟ أين أنصاره؟ أين قواته؟ أين من يقف معه؟ أين إمكاناته؟ أين أمواله؟ أين غناه؟ أين التكنولوجيا؟ أين؟ أين؟ في ظل تلك الصورة وأبو جهل في العنجهية، يمر النبي صلى الله عليه وسلم به وببعض زعامات الكفر وهو يطوف، فغمزه أبو جهل بكلام جارح، وأسمعه ما تنبو الأسماع عن سماعه، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم الواثق بربه الذي يعلم يقينا بأن وعد الله هو النافذ وليس وعد أبو جهل، التفت إليه قال: اسمع، جئتكم بالذبح والله. من يقولها؟ من يقولها؟ النبي الأعزل
النبي الفرد، النبي المجرد من كل سلاح. قال جئتكم بالذبح والله، فارتعدت فرائص المشرك. فقال له على رسلك يا أبا القاسم، ما كنت قبل الآن جهولا؟ قال بل أنت الجهول وأبا الجهل يا أبا جهل. فسمي بأبي جهل من حينها. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثقة بوعد الله، ونسيها أبو جهل وعاد إلى الغطرسة والتألق. وفي بدر كان مصرع الطاغية فرعون الأمة، أبو جهل على يد أطفالنا وغلماننا أيها السادة. قتله الله بيد الأطفال لكي يجعله درسا لمن بعده، أن وعدي حينما أريد إنفاذه أنفذه على يد أضعف جندي، ممن لا يملأ العين وممن لا يحسب لهم حساب. وعد الله ووعد بوش، بوش يتهدد الأمة من مشرقها إلى مغربها. وعد الله ووعد شارون، شارون يدمر ويقتل ويهدد بلادا أخرى كسوريا وإيران، ولا يبالي بأحد ولن يرتدع عما هو فيه معلنا بهذا مصرحا. الأمة بين الوعدين أراها اضطربت، أراها اضطربت وما كان ينبغي أن تضطرب، أراها حسبت ألف حساب لوعد بوش ونسيت وعد الله، أراها انحجبت بوعد شارون وغفلت عن وعد الله. ولو صحت عزيمتها ثقة بوعد الله لقامت، فلما قعدت وخنعت وسكتت هذا الدليل الحقيقي على أن وعد الله عندها ليس بمصدق. أيها السادة، إن الموت حتم لازم وفرض لا بد منه، ولكن الذل ليس بفرض ولا بحتم لازم، ويمكن أن يبدل وأن نتخلص منه. وموت العز سادتي خير من عيشة الذل عيشة البهائم. أيها السادة، وأبدأ بقياداتكم وحكامكم، لو لم يكن الجهاد فرض عين ألزمه الله على الأمة في مثل هذا الظرف، لكان الظرف وحده كافيا حتى يجعلنا نعلن الجهاد نفيرا عاما. أيها السادة، ليست المصيبة أن نموت ولا غضاضة في هذا وأن يموت إخواننا، ولكن المصيبة كل المصيبة أن نسلب الإيمان والإسلام، أن نسلب اليقين والثقة بالله ثم نموت بغيرهما، ثم نموت بدون ذلك وسنموت. إن مات إخواننا على الأرض البطولة في فلسطين وغيرها فإنما هو موت لا بد منه وموت طبيعي، وإنما انتهت الآجال بهذا. هذا الموت أيها السادة هو عطاء على وجه الحقيقة، لأنه اصطفاء بالشهادة، ولأنه بدء لمرحلة النعيم المقيم الخالد الذي لا كدر فيه في جنان الله. أما أن نسلب اليقين، أن نسلب الثقة بالله، فنصبح مليارا من الأصفار، ونصبح أمة لا قيمة لها ولا كرامة، ونصبح خرفانا يجهزها جلادوها حتى ينحروها على مسالخ الذل والعار. فهذا هو الأمر العجيب، وهذه هي المصيبة التي يجب أن نعيها وأن ندركها وأن نلتفت إليها قبل فوات الأوان. أيها الإخوة، إن إخوانكم يسطرون ملحمة الكرامة بالدماء وبالأشلاء، إن إخوانكم يتقدم أطفالهم قبل الكبار وتكبر نساؤهم قبل الرجال، إن إخوانكم يمضون في سبيل الله والأرواح على الأكف يقدمونها رخيصة في سبيل الله، إن إخوانكم يتحمل مع هذا وقبل هذا وبعد كل هذا الجوع والحصار والعراء والبرد والمرض الذي يفتك بهم ولا دواء هناك.
إن إخوانكم يقدمون كل هذا على قلتهم ورغم الحصار ثقة بوعد الله. فيا أمة المليار أين ثقتك بالله؟ أين الحركة؟ أين الزلزلة؟ أين ثورة البراكين الهامدة؟ أين صرخة الأحرار؟ أين تكبير الأبرار؟ أين طلائع عشاق الموت والجنان؟ أين الحزانة على الأقصى والمصرى ودماء المسلمين؟ أين المهتم بأعراض المسلمات تنتهك في كل مكان؟ أيها السادة، أيها السادة، نحن على مفترق طريق خطير، طريق خطير، والمفترق فيه ما بين صادق وكاذب، وما بين عادل ومستبدل، وما بين مقبول ومردود. إننا أيها الإخوة في ظرف لا نحسد عليه، ليس من أمريكا وليس من بوش وليس من شارون، فوالله هؤلاء أقصى ما يفعلوه هو أن يقتلونا ويمزقوا هذا الجسد الترابي، وهذا أجل عندنا حتم لا نشك فيه ولا نضطرب من أجله. ولكن الخوف من الله، من الله الذي فقدنا الثقة به، من الله الذي ما نصرناه، من الله الذي عطلنا أوامره، يأمر بالنفرة فنركن، ويأمر ببذل الأنفس والأموال في سبيله فنبخل، ويأمر باستنقاذ المستضعفين ونصرتهم فنجبن، ويأمر بطلب الموت في سبيله فنحرص على الحياة، ويأمر بأن ينفذ العقد بيننا وبينه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ونحن نتخلف عن التوقيع، ونتخلف عن الإمضاء، ونتخلف عن أن نطبق مضمون العقد. والعقد مع الله أحد طرفيه هو الله سبحانه وتعالى. أي سادتي، أسألكم بالله، أي حياة تعيشونها؟ ما طعم الحياة في ظل ظرف الأمة الراهن؟ ما معنى سني الحياة التي تمر علينا ونحن نعيشها بهذه الحالة؟ أموات كسكن المقابر، عجماوات كأنعام الغاب، همها الطعام والشراب. أي حياة نعيشها؟ هم نفس وهم ولد وزوجة، وهم الدين والأرض والعرض والقضية والكرامة نسيناه؟ أي حياة نعيشها؟ نحن أيها السادة، فتحت أقدار الله لنا صفحة تقديم الأدلة، وتقديم الأدلة هو بالعمل لا بالقول، لأن القول صار حرفة الجميع، وصار الكل يحسنه ويحسن تنميق الإشارات وتلطيف العبارات وتدبيج الكلمات ورفع الشعارات، ولكن المرحلة مرحلة العمل، مرحلة الفعل. ماذا يمكن أن تقدم لدينك أيها الحبيب؟ ماذا يمكن أن تقدم لدينك؟ هبوا لنصرة دينكم، سدوا ثغوركم، قوموا بواجبكم، واعلموا بأن الله معكم ووعده نافذ لا محالة. حينما تم إلقاء القبض على عمر المختار رحمه الله، المجاهد الليبي المسلم ضد إيطاليا في حينها، ابن 80 سنة، حينما ألقي القبض عليه سألوه: ما هو شعورك؟ فماذا قال؟ قال: نحن لن نستسلم، أنا إما أنتصر وإما أموت، وموتي هو عين النصر، وحياتي قبل ميلادي كانت لله في سبيله، اشترى مني فبعت، ومن بعدي بمشعل دمائي سيكمل الطريق حتى يحرر الأرض من أيديكم، وقاتلي حياته أقصر من حياتي، فبقتلي
تبدأ حياتي الحقيقية في نعيم الجنان، وأما هو فيبدأ بالموت لحظتها، لأنه سيحوز بعدها بالموت الأبدي في النار. فلسفة بسيطة، لو قام كل منا على أمر الله وردد هذه الكلمات لما بقيت راية إلا راية الله مرفوعة، ولما بقي لواء إلا لواء الحق عاليا أيها السادة. ومن خلال هذا، من خلال مشاعل الدماء التي تهراق في فلسطين وتهراق في الشيشان وأفغانستان وبورما وكشمير وأندونوسيا المسلمة وأنبون، من خلال هذه المشاعل التي تقدم لنا من أجل أن نستضيء الطريق، أقول لكم قولوها، قولوها لا، لا لوعد بوش، ولا لوعد شارون، ولا لوعد قوى الكفر العالمي، ولا لوعد المتألهين والظالمين. قولوها لا، مملوءة يقينا، مترجمة بفعل، مجسدة بواقع عملي. قولوها لا، قولوها لا يا ساسة البلاد، يا قواد الأمة العربية والإسلامية، قولوها لا. لا للفرد الأوحد أمريكا، ولا للتأله الأمريكي، ولا للسير الصاغرين في فلك أمريكا ظلا طمعا في الجزرة أو خوفا من العصا. يا ساسة الأمة قولوها لا، لا، لا للتبعية الذليلة، ولا للصمت الخائف أمام الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية. قولوها لا، لا، لا وألف لا، لا استمرار لزمان الصمت، ولا تواصل لمرحلة الذل والسيادة الأمريكية. يا علماء الأمة قولوا لا، قولوها لا، لا للسكوت عن كلمة الحق، لا للحرص على الدنيا، لا للعبث بنصوص الله وتمييع أحكامه الواضحات. يا علماء الأمة قولوها لا، لا للبقاء في الحياة والأمة تعاني ما تعاني، لا حفظ للنفس بل ستبذل في سبيل الله من أجل أن يحيا بموتنا الآخرون. يا علماء الأمة قولوها لا، لا للمجاملات، لا للنفاق، لا للمراوغات، لا للصمت، لا للتكتيم، لا وألف لا، لا لحرف النصوص عن مواضعها. يا علماء الأمة قولوها لا، لا لمرحلة التبرير، لا لمرحلة التزوير، لا لمرحلة التغيير، فقد انتهت وآن الحق أن يبزغ كالشمس في كبد السماء ويصبح مصباحا زيته دماؤنا. فقد أخذ العهد عليكم أن تقولوا ولا تكتموا وأن تبينوا ما أنزل، كلف هذا ما كلف. يا أجناد الأمة، يا جنودها وجيوشها، يا عساكرها في كل مكان، ويا أجناد بلاد الشام خصوصا، ويا جنود سوريا على الأخص، قولوا لا، 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 لن نقاتل في غير سبيل الله، لا، 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 لن ترهبنا الأساطيل الأمريكية العسكرية ولا أسراب طيرانها المتطورة ولا قنابل الأعماق ولا ترسناتها ولا سلاحها النووي ولا الذري. يا جنود الأرض ويا جنود الشام قولوا لا، فأنتم رواد الملحمة وأنتم أمها وأبوها، فقولوها لا، لا، لا للحياة البهيمية التي نعيشها، لا، ونعم وألف نعم لانتفاضة في سبيل الله تدعم الانتفاضة، ونعم وألف نعم لثورة في سبيل الله تحافظ على ثورة المستضعفين. يا شعبي، يا أمتي، يا أفرادها فردا فردا،
صغارا كبارا رجالا نساء قولوها لا 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 فلسنا بعد اليوم شعوب مغيبة لا لا لصمت القبور الذي حكمنا لا لا للحياد الذي عزلنا قولوها لا 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 لن يتوقف دورنا عند حدود الكلام وعند حدود المسيرات والتصفيق بل دورنا سيكون جهادا وسيكون نضالا وسيكون دماء وسيكون أشلاء وسيكون إنفاقا وسيكون بذلا وسيكون تضحية وسيكون إقداما وسيكون رجولة وسيكون إباء وفداء وسيكون تساميا إلى جنان الله عبر قنوات الموت شهادة. يا شعبي قل قل لا. يا شعوب العالم قولوا لبوش لا ولشارون لا ولكل من يريد أن يسيمكم الخسف لا وألف لا ونعم ومرحبا وألف نعم بعدها بالموت في سبيل الله وأنا معكم ومن هنا أقول لا 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 يا بوش ولا يا شارون لا لن ترهبنا مشانقك ولا أسلحتك ولا تهديداتك ولا وعيدك لا لن ننحني ولن ننفني ولن نحيد ولن نميد ولن نضطرب ولن ننحرف ولن ننجرف مسار ثابت على خط الموت حتى نلقى الله نعبئ الأجيال والأمة في كل مكان ضدكم نجمع كلمتها على حربكم وتبا لكم وسحقا لكم ورغمت أنوفكم كيدوا وامكروا ودمروا فلسنا خيرا من الأنبياء إن سجنتوا فهذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف يلقى في السجن وإن هجرت فهذا المصطفى المجتبى سيد ولد آدم وإمام النبيين يهجر وإن قتلت فهذا يحيى السيد الحصور يذبح وهذا زكريا ينشر بالمناشير وإن اتهمت فهذا موسى تشاع عنه فنون القول ويتهم بكل تهمة نظمها له خفافيش الظلام لا لا وألف لا سنمضي ولكن لرب ودين سنمضي ونحن على وعد الله كلنا ثقة ويقين سنمضي بلا التفات للوراء بلا اهتمام بما يجري حولنا من هيمنة فرعونية جديدة ووعد الله معنا وآيات الكتاب تحدونا وتملأنا ثقة ونصر الله آت أيها السادة قريب وإني والله لا أتمنى أن أروي ثرى أي أرض مسلمة بدمائي يصلي علي أبرارها وأحبارها ثم أزف إلى الله حتى أقول له وكل ثقة رباه ثقة بوعدك ثقة بوعدك ثقة بوعدك كانت دمائي وأشلائي وكانت حياتي وموتي وها أنا الآن أهنأ بلقائي بك في مقعد صدق أعددته في مكان في فراديسك العلا أوجدته لي أيها السادة ما أحيلا أن نمضي على هذا الأساس ما أروع وأجمل أن نحمل بين جوانحنا هذا اليقين وهذه الثقة بوعد الله سبحانه وتعالى قوموا يا أحرار الأمة قوموا ولتعلوا أصواتكم وليسمع وقع أقدامكم سندفعها ضريبة ضريبة الدم والأشلاء ولكن ثقوا 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 أن لنا بعدها أن نقيم دولة الحق والإسلام نعيش فيها عزيزة ويعيش فيها الناس أحرارا وإنا أطرق وإياكم أبواب الجنة دار السلام ندخلها آمنين تدخل علينا الملائكة من كل باب يقولون سلام عليكم طبتم فادخلوها آمنين أيها السادة ما أروعنا أن يحركنا هذه الجنة ما أروعنا أن تنتفض دماؤنا مع دماء إخواننا ما أروعنا أن نسترد صورتنا الحقيقية
وأن نتخلص من الصورة الأمريكية التي رسمت لنا وأطرت بإطارها وما عدنا نستطيع الخروج عنها. ما أجملها أيها السادة، ما أجملها من لحظات أرى فيها الكل يعمل، الكل يغدو ويروح، فهذا يعبئ وهذا يهيئ وهذا ينادي وهذا يصرخ وهذا يرتب وهذا ينفق وهذا يجمع وهذا يحفظ الأهل والأولاد لمن خاد. ما أروعها وأجملها أن نمضي حكاما ومحكومين في سبيل الله الواحد الديان. ما أروعها أن نطلقها صرخة العز وتكبيرة النصر والظفر القادم. الله أكبر تجلجل بها الأكوان، الله أكبر يندك بها الطغيان، الله أكبر يزيل بها الأمريكان، الله أكبر يرعب بها أحفاد القردة والخنازير في كل مكان. أيها السادة، بصرخاتنا بصرخاتنا نفتح بوابة الأمل، بخطواتنا نرسم الطريق لجيل آت يعتز بنا وبتضحياتنا، كما انحنت رؤوسنا بجيل سبق أضاب الأرض والعرض. أيها السادة، كنتم ضحية جيل مضى حرص على الدنيا فأين هو؟ مات، مات جيلكم السابق، مات بحكامه بقواده بشعبه بأفراده بجيشه بأغنيائه بفقرائه، الكل مات، مات، ولكن لم يكن الموت كما ينبغي. وكنتم أنتم ضحية جيل كهذا، وهذا جيلكم آت بعدكم ينظر إليكم يترسم نفس الخطى، وأنكم ستموتون وسيكبر الجيل وسيذكركم كما أذكر الجيل السابق. ألا فسطروا في صفحات التاريخ بأن جيلكم هو جيل التغيير، هو جيل التحرير، هو جيل النصر، هو جيل الأبطال، هو جيل الشموخ، هو جيل الرجال، هو الجيل الذي ما قبل الانحناء والانفناء، والذي قام من الركاد وتنبه من نوم وحي من موت وأقدم في سبيل الله غير حيار. سطروا في صفحات التاريخ، والتاريخ يسجل أيها السادة، والأجيال ترقب وأنتم رمزها، فإما يذلون بذلكم وإما يحررون بحركتكم. إخوتي، عودوا إلى أسركم، أعيدوا تصنيعها على مقاييس السماء، حاربوا أمريكا في إعلامها، في مصنوعاتها، في تصدير فلسفتها الأخلاقية وتصوراتها للأشياء. عودوا، أعيدوا الإسلام صبغة، أعيدوا القرآن نهجا تعيش عليه، أعيدوا التصورات ربانية والأهداف أخروية. عودوا، والأمر بأيديكم، ولا يكلفكم الأمر إلا ساعات من عمل حتى تجد أمامك نموذجا إسلاميا هو أسر تتجمع وتتزايد حتى تشكل القوة الهادرة التي ترغم أنف أمريكا وأنف إسرائيل ومن يدور في فلكهما. لذلك الأمر منوط بنا، فإما نعمل ونكسب الجولة ونربحها دنيا وأخرى، وإما نبقى فيما نحن فيه من تبرير ونكتفي بشيء من القول بلا فعل، ثم تأتينا ساعة الموت فنندم وسنكون حينها من أشد الناس ندما. إلهي، خالقي، مولاي، مولي، سيدي، سندي، يا من لا أحيد عن دربه، ويا من لا أتزعزع عن طريقه، ويا من طالبني فلبيته، ويا من أمرني فأجبته، إلهي أسير ووعدك يحدوني. إلهي، أعلنها بين يديك، أنت الناصر وأنت المعين. لو تخلى أهل الأرض عن الرسالة، لو تركت شعوب الأرض الواجب، لو تناسى كل الناس الأمانة التي في أعناقهم فلن أنسى خالقي، ولن أغفل، ولن أترك، وسأبقى ماضيا على طريقي حتى تكرمني بقبول عبر تمزيق أشلائي
وإراقة دمائي تكون في سبيلك عند أسوار الأقصى. أجب ربي فهذه منيتي، ما عدت أبغي سواها. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، محذرها وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعي نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن العظيم والتحقق بمضمون آياته وسوره، مع إلحاح على وجوب النفرة والنصرة في سبيله، مذكرا نفسي وإياكم بقول الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما ترزقنا بهما الشهادة وتبلغنا بهم الزيادة. وارض يا ربنا عن كل الصحابة والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعن معهم يا رب. آمين آمين آمين. إني داع فأمنوا. اللهم يا عزيز يا منتقم، يا جبار يا قهار، يا صاحب الملك والملكوت والعزة والجبروت، هذا نداء المستضعفين يرفع إليك، واستغاثة المظلومين تخرق حجب السماء نحوك. رباه وما عاد لها مجيب سواها، وأنت الذي تناديها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إلهي فعجل بنصرك، إلهي فعجل بنصرك، فقد بغى المتكبرون وتجبر المتألهون وطغى الكفار والمشركين. يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار. هذه أمريكا خرجت بخيلها واجرها تحادك ورسولك وعبادك، وتذبح الآمنين من أهل التوحيد الذين ليس لهم ذنب سوى دين تهون له النفوس ولا يهون. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربنا صوت عذاب، صب عليهم ربنا صوت عذاب، صب عليهم ربنا صوت عذاب. إنك ربنا لبالمرصاد، نناديك بآهات الثكالة، نستصرخك بدموع الأيام، ندعوك بآهات اليتامى، نجأر إليك بزفرات المقصى، بأنين المصرى، بذرات التراب الحزينة تمزق أحشاءها حراب يعود، نناديك بكل ذلك نصرخ: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أحصهم عددا واقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. كلم البيت الأبيض بالسواد وكنيسة اليهود بالدمار، وكرم للموسكو وكسر الإنزو ومجلس العمومي بالانهيار. إلهي لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. يا من أغرقت فرعون أغرقهم، يا من خسفت بقارون أخسف بهم، يا من قتلت النمرود ببعوض أقتلهم، يا من سلطت على أبي جهل جنودك سلط جنودك عليهم، حول قوتهم ضعفا وغناهم فقرا، وصحتهم مرضا ووحدتهم فرقة،
واجعل اموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم ارزقنا صلاة في البيت الابيض، اللهم ارزقنا صلاة في البيت الابيض، نفتح به امريكا وندخلها في الاسلام كلها. اللهم هذا ما وعد رسولك وهذا ما وعد نبيك، فانجز النبوة على ايدينا يا رب. اللهم من عادانا فعاده، ومن كادنا فكده، ومن نصب لنا شباكا فاجعله عالقا بها، ومن حفر لنا حفرا فاجعله واقعا فيها. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، وجمد الدماء في عروقهم، حتى يذبحوا انفسهم بايديهم وايدي المؤمنين. الهي 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 الهي. علمك بالحال يغني عن السؤال، اغلقت كل الابواب الا بابك، وانقطعت كل الحبال الا حبالك، واوقفت الملوك حجابها ونصبت حرابها، ولم يبق الا كسامعا لشكوانا. الهي اغتصبوا اخواتنا، قتلوا صغارنا، حرقوا كبارنا، دمروا مساجدنا، هدموا ديارنا، شردونا من ارضنا، داسوا مصحفنا، مزقوا كتابنا، استهزأوا، غاصوا في دمائنا. إلهي 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 إلهي. يا غارة الله 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 يا غارة الله. دمر الكافرين، صدع بنيان المشركين، زلزل الأرض تحت أقدام الظالمين. يا غارة الله أطلقي حرابك، أطلقي سهامك. يا غارة الله تحركي بجندك، تحركي بكتائبك. يا غارة الله بنا. نعوذ بك ان تستبدل بنا ربي. دماؤنا وقف لك، اشياؤنا وقف لك، كلنا لك يا رب. لا تستبدل بنا، لا تستبدل بنا، لا تردنا، لا تردنا يا رب، لا تردنا يا رب، لا تردنا يا رب. وارزقنا ميتة الشهداء، ارزقنا ميتة الشهداء. إلهي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل الجبناء منا، لا تؤاخذنا بذنوب العصاة الفاسقين المارقين. واقبلنا على ما فينا، وعالجنا قبل أن نموت، وعجل لنا بصلاة في الأقصى، واجعلنا نصرة لإخواننا في كل مكان. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. وآلهم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.